لما سميتها معركة الوعي، يعني اللفظ صحيح؟ أنا شايفة إن لفظ حضرتك صحيح، لأننا معركة لأننا يعني تأخرنا كثيرا في فكرة بناء الوعي، وإحنا محتاجين بقى بناء الإنسان المصري أو إعادة بقى البناء بعد مرحلة كلنا. طب الكلام ده الناس تعودت تسمعه في التلفزيون وده كلام صحيح 100%، آلية التنفيذ بقى، يعني أنا عايز من حضراتكم روشتة، يعني الصحفي المفروض يعمل إيه، الإعلام المفروض يعمل إيه في منظومة كبيرة جدا أو في مشروع كبير جدا اسمه بناء الوعي. بس قبليه لازم يكون في خطة واستراتيجية حد يحطها، ما ينفعش إنها الحكاية تبقى عشوائية ولا فردية ولا بمبادرات فردية ولا فردية. ما فيش حاجة اسمها إن الصحفي لوحده والإعلامي لوحده والقناة دي لوحدها، لازم يبقى فيه خطة توضع من قبل الدولة.